Shada FM. La radio que j'aime. خاصني نعتذر لكم نتوما مستمعينا ونعتذر لكم بزاف على انه الضيف اللي كان خاصو يكون معنا اليوم انس الباز ما جاش. انس الباز اللي من المفروض انه عطانا موعد دابا سيمانه يعني من الاسبوع اللي فات ماشي بحال سي بالقاسم ناهي اتصلنا الباب بالليل جا اليوم في الصباح مع 7:30. شكرا لك على احترامك لينا واحترامك للاذاعه واحترامك للمستمعين. هذا واجب. طيب سي انس الباز ما عرفتش شنو المشكل اللي عنده ولكن كان خصو يكون معنا هذا الصباح وحنا قلناها ليه وهو اللي اختار انه يكون نهار الاربعاء لانه في الاول بروبوزينا انه يكون معنا نهار الاثنين وبغيناه يجي لانه دار واحد الفيلم اللي ما ساهلش اللي مهم بزاف وكيدوي على واحد المرحله مهمه من سنوات رصاص في المغرب وكيتقمص الشخصيه ديال اللاعبي. على اي حال الظروف كنقدروها وكنفهموها وهذه مهنه اللي حنا تعودنا فيها على هذه المسائل ولكن غير هو اللي ما مقبولش انه ما يقول لنا والو ما يعتذرش لينا ولا حتى للمستمعين وما يجاوبناش. انا من البارح كنتصل به ما كيجاوبنيش خليني نجرب دابا نتصل به ونشوف واش غادي يجاوب ولا ما غاديش يجاوب وشنو غايقول لنا شي حاجه. هذه النمره ديال انس الباز نتصلوا به هذا الصباح الا كان فايق ولا ناعس. انس الباز ما عرفوش شنو واقع ياك من حق لهم حق المستمعين باش الاخر ما يقولش لكم اتصلتوش بيا وداك الشيء. التليفون ديال انس الباز كيسوني كنتسناو يجاوبنا كيجاوبش مازال. بون سور لا بوات فوكال ماروك تيليكوم كاينه ميديتال و انوي بون نرجع ولا شي حاجه. بون هادشي هو اللي كاين هذه هي القصه. نتسناو انس الباز يقول لنا علاش ما جاش وخصنا نعتذر حتى الزملاء ديالنا في جريده الصباح والقراء ديالها لانهم هاد الصباح كاتبين على الموضوع في صفحه ديال فن وتلفزيون وكاتبين انه الباز ضيف ديالنا وانس الباز ما جاش وهذه حاجه غير مقبوله وانا ما كنقبلهاش نهائيا من اي ضيف كيف ما كان ومهما كانت الظروف يعني ما فيها باس. اس ام اس صغير وكل قيد التليفون ديالو نقول كاين شي مشكل ولا شي حاجه ولكن اس ام اس صغير كان ممكن يجاوبنا به ويقول لنا ما غنجيش الا كان ما غيجيش من الاول ما يجيش ولكن احنا ما كنطلبوا حتى شي واحد وحتى حد ما غيزيدنا ما غينقصنا. احنا كلنا كصحافه ولا كممثلين ولا اعلام ولا سياسيين عندنا واحد الميساج كنوصلوه للراي العام وكنتعاونوا فيه يعني حتى حد ما احسن من حد. انس الباز ما صدقتيش من الاخر كان خدام عاد كونجي ماشي سهله تكون فنان وماشي سهله تكون وجه عمومي. الكلمه هي قبل كل شيء ومن الاخر كنقول ليه ما صدقتيش بقات 10 دقائق ومازال خونا انس ما جاش ما غاديش يجي انس الباز ولكن بون الخدمه اللي دارت خاصها تكمل. ياك حكيمه تماما انت خرجتي سولتي الناس رايهم في انس الباز في الدار سولتهم على انس الباز كاسم وشفت واش الناس غيتعرفوا عليه ولا لا وكانت اراء مختلفه. سؤال اليوم كي بدي انا ارتست كوم تو لي ارتست ان ارتست كي ادوني au Maroc et il peut encore donner de plus. Et en tant que moi, je suis aussi un artiste, je suis un DJ et je peux. Il y a, je pense, la dernière été, je l'ai ajouté dans mon Instagram, lui il m'a ajouté, mais on n'a jamais parlé. On est comme des followers. Les films, pas beaucoup, puisque je ne regarde pas. بوكو لي فيلم ماروكان مي جو لو كوني مغني شي حاجه لا ما عرفتوش. انس الباز اش نقول لك ما عرفتوش صراحه واش الباز اللي مع بزيز وباز ولا شكون الا شفت الصوره ديالو نقدر نعرفه. انس الباز ترى ما كنعرفوش كان كيدير قبل من التمثيل كان كيدير شي حاجه اخرى كان كيقرا واقيلا كنعرفو ممثل مغربي مشهور داك في مجلات صوت النساء كان ادى الدور ديال المدير كنتمنى له توا مسيره فنيه موفقه ان شاء الله. سؤال اليوم هذا راي الناس اللي تلاقاتهم حكيمه بغض النظر على السيد الاول دي جي
بون خليه ولكن اللي ضحكني هو الثاني قال لك شنو كان كيدير قبل ما يمثل؟ كان كيقرا واقيلا واقيلا هذا الحقيقه الاكتشاف كان كيقرا واقيلا يمكن قرا هو ولا ما قراش شكون عرف كان يجي باش يجاوبنا شادا اف ام لا راديو كو جيم